تحية وسلام الرب يسوع المسيح مع جميعكم في هذا المساء المبارك مشاهدينا الكرام في هذه الليلة، ليلة مميزة. هذه الليلة سيكون لنا موضوع رائع وهي رسالة إلى كل خدام الله، وستكون رسالتنا من الرسالة إلى من قديس بولس إلى تيموثاوس، ومن الإصحاح الثالث من العدد 3 إلى 17. وسيشاركنا في هذا اللقاء معنا الخادم الرب ميلاد سمعان. أهلا وسهلا بك، الحمد لله على سلامتك، ونشكرك من أجل قبولك الدعوة من الآرامية وحضورك معنا في هذا المساء المبارك. أنا متشكر جدا لدعوتكم، وبتشرف أكون مع الهوى، وبقول لكل إخواتي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد أن أنا أكون معكم، منتظر أسئلتكم، وإحنا هنتكلم في موضوع عظيم النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. آمين. القس ميلاد سمعان طبعا هو من كنيسة نور الإنجيل في نيويورك وكنيسة المياه الحية في نيوجيرسي. نشكر الرب من أجلك أنه الرب يستخدمك في أكثر من مكان واحد. لمجد الرب. آمين. لمجد الرب. آمين. والرب اليوم رح يستخدمك بقوة بنعمة الرب في هذا الموضوع الرائع اللي أنت حضرتك الرب وضع على قلبك. بإرشاد الروح القدس. آمين. وهو رح يكون في هذا الأسبوع كيف تتصرف في كنيسة الله الذي هو كنيسة الله الحي وعمود الكنيسة وقاعدته. هذه الحلقة ستكون حلقة خاصة رح نتكلم فيها عن الكنيسة والخادم، لكن هناك أجزاء أخرى سنتطرق عليها في هذه الحلقة، لكن رح تكون في هذا الأسبوع في عندنا مع القس ميلاد، هو رح يكلمنا فيها. لكن قس ميلاد، قبل أنه أن ندخل ونخوض هذا الموضوع، حابين أنه نرفع هذا المكان. آمين. ونرفع نفوس المشاهدين بالصلاة حتى الرب ينطينا بركة خاصة في هذه الليلة. آمين باسم الرب. آمين. نتحد يا رب مع كل إخوات المشاهدين، نتحد معا في اسم ربنا يسوع المسيح، نعلن سلطانك، نعمتك، بركتك، احصرنا بالروح القدس، تكلم فينا حسب وعدك وعمل استطاعتك، كل هدفنا مجد اسمك وامتداد ملكوتك، احفظنا من الشر حتى لا يتعبنا، نقدم لجلالك يا رب كل السجود والاحترام لكي تقدم من خلالنا كل كلمة صالحة مفيدة ونافعة لخدمة السيد العظيم. أصلي لأجل أختي رواء قدامك، ضعفي، كل إخواتي المشاهدين، إخواتي اللي وراء الكاميرات، أذكر الكل لأن أعين الكل إياك تترجى. أصلي يا أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح بالروح القدس، ولك كل الحمد. آمين. 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 لإلهنا كل المجد. قس ميلاد، عنوان الحلقة كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. إحنا كما تقول كلمة الرب في بيتك تليق القداسة، حتى نكون نتصرف بيت الله يكون مرتب، يكون بلا تشويش، يكون في سلام. بالبداية قبل أنه نتطرق إلى الكنيسة والخادم، وطبعا أنت حضرتك كما قلت أنه رح تكون هذه الحلقة في أجزاء متعددة، مثلا اليوم رح نتكلم في هذه الحلقة والحلقة بعد هذه الحلقة عن الكنيسة والخادم، وعن بكرة عن الأعضاء، وبعد بكرة عن التعليم والكرازة والاستعداد لمجيء المسيح. لكن اليوم تركيزنا رح يكون عن الخادم. لكن قبل أنه نخوض في موضوع الخادم والخدمة، حابين أنه مفهوم بسيط وملخص عن الكنيسة. ما هو مفهوم الكنيسة؟ وكم في أي يعني متى تأسست الكنيسة؟ أتعب حضرتك ونقرأ النص في تيموثاوس. نقرأ من كلمة ربنا، ياريت تقرأ لنا أخت رواء تيموثاوس الثانية. الثانية؟ تيموثاوس الأولى إصحاح 3 من عدد يا رب يسوع من عدد 14. ممكن تاخدي كتاب من عدد 14. تيموثاوس الأولى إصحاح 3 من عدد 14. الإصحاح. أوكي. لهذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن
إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، ترأف لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. نعم. أمين أخت رواء، شكرا على القراية، لأنه أنا أحب أحط كلمة الله قدام المشاهدين، وخصوصا ده عنوان اللي ربنا حطه قدامنا علشان نتكلم من خلاله ونفسر من خلال كلمة الله مقاصد الله نحو الشعب اللي بيقود ليهم أو يفسر لهم أو يعلن لهم عن طريق خدام. وده هيكون حوارنا بنعمة الرب في الأيام اللي جاية. لكن حضرتك اتفضلتي وقلتي عن الكنيسة. ايه هي الكنيسة؟ في الحقيقة الكنيسة هي جماعة الله، هي جسد المسيح. وكلمة كنيسة اتذكرت في العهد الجديد تقريبا 75 مرة، وأول ما اتذكرت كلمة كنيسة ذكرها الرب يسوع المسيح لما بطرس قال الإعلان السماوي. الله الآب أعطى لبطرس هذا الإعلان، والكلام ده قاله الرب يسوع المسيح في إنجيل متى صح 16، يقول كده: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. فكنيسة الله مبنية على صخر الإيمان. الكلمة اللي نطق بيها بطرس، الإعلان السماوي اللي خده بطرس، أنت المسيح ابن الله الحي. فمفهوم الكنيسة هي جماعة تؤمن إيمان قلبي أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي، الكلمة اللي صارت جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. ده مفهوم الكنيسة. يمكن النهاردة مفهوم الكنيسة اختلف واختلط مع الناس، فبعض الناس سموها كنيسة فلان أو كنيسة في الحتة الفلانية أو كنيسة باسم شارع أو الكنيسة المبنى العظيم الفخم الرائع. كل ده حاجة حلوة، لكن مش هو ده مفهوم الكنيسة في فكر الرب يسوع المسيح. فكر الرب الكنيسة هي جسد المسيح. عشان كده بولس بيقول لتيموساوس: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فجسد المسيح يجب أن يكون زي ما قال الكتاب مشابهين صورة ابنه. يبقى كل عضو في هذه الكنيسة هو مشابه للمسيح، هو حجر حي في بيت الله، هو عمود الحق وقاعدته. القاعدة الأساس موت المسيح وقيامته، والعمود الظاهر اللي فوق القاعدة ده اللي بيعلن دي أشخاص مكرسة مغسولة بدم المسيح، يقدروا يقولوا واحد منهم زي: كنت أعمى والآن أبصر، كنت خاطي ورايح جهنم، اتقابلت مع المسيح وخدت حياة أبدية. وقال بطرس الرسول ان كل مؤمن في كنيسة الله هو حجر حي، بناء مركب، بناء عظيم، بناء رائع، صرح رائع. دي مفهوم الكنيسة. يعني اذا عفوا اقاطع كلام أفضل. حضرتك يعني اذا سألتك ما هو الحق الذي صارت الكنيسة عموده وقاعدته، هل هم المؤمنين؟ لا، الحق هو كلمة الحق، الحق هو الإعلان السماوي، أنت المسيح ابن الله، ده الحق. وحتى الرب يسوع المسيح كان دايما يقول: الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. فالإنسان اللي بيعيش الحق، بيعيش كلمة الله الحق الكتابي، هو ده الإنسان اللي جزء من كنيسة الله. لكن الإنسان اللي بيبعد عن الحق، عن الحق الكتابي، حتى وراء مسميات أو تعاليم زي ما قال الكتاب في رسالة كولوسي إصحاح 2، في ناس بيعبدوا ربنا حسب وصايا وتعاليم الناس، ففي ناس بتقود ناس في عبادة شكلية، عبادة بعيدة عن الحق. فكل ما هو في الكتاب هو حق، وكل ما خرج عن الكتاب المقدس فهو باطل حتى لو كان شكله حلو. فكنيسة الله مبنية على الحق. أنت المسيح ابن الله الحي، ده الحق. طب إيه حكاية العمود؟ الحق ممكن يكون هو الأساس
اللي بيتبني عليه العمود. فكل مؤمن هو عمود في هيكل الله، في أمين. بيت الله. أمين. كل مؤمن، كل مؤمنة، كل واحد اتغسل بدم المسيح هو شايل شيلة جسد المسيح، بيعمل عمل الله، وكل واحد في رتبته. وده هنتطرق ليه بعد شوية، ونشوف الخادم ومين هو الخادم وبيعمل الخادم وأنواع الخدم اللي قال عنها بولس الرسول في رسالة كورنثوس. فهنلاقي بنعمة الرب يساعدنا الرب ان احنا نلم كل الموضوع. بس الحق هو كلمة الله. أمين أمين. أشكرك جدا، يعني فعلا كلمة الرب، كلمة الرب هي ممتعة ومفيدة. نشكر الرب من أجل الأخوة الخدام اللي يأتون وينطونا هالكلمة الرائعة، رسالة الرب. قبل ما نتطرق إلى الخادم، أيضا تكلمنا عن الكنيسة بشكل مبسط وملخص، لكن أيضا عن الخدمة. الخدمة هل هي هواية؟ هل هي حرفة؟ هل هي أي شخص يأتي ويستطيع أنه يعمل هذه الخدمة قسيس؟ في الحقيقة سؤال رائع جدا وجاي في الصميم يعني. لكن قبل ما أقول عن الخدمة، وزي ما أختي رواء قالت، هرجع تاني للكنيسة. في سفر الرؤيا ليها 7 أشكال. مع مرور الزمن، لأنه الكنيسة بقالها أكتر من 2000 سنة، مع مرور الزمن الكنيسة بتاخد أشكال مختلفة. طبعا أنا مش هتكلم عليها بالتفصيل، لكن يقول اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، اكتب إلى ملاك كنيسة برغامس، اكتب إلى ملاك كنيسة ساردس، إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، إلى ملاك كنيسة لاوديكية. وبنشوف رسالة في كل كنيسة مختلفة عن التانية. وكأنه الرب بيتكلم لكل الطوائف، لكل الجماعات، لكل الأشكال للكنيسة. ده موضوع الكنيسة. لكن علشان موضوعنا احنا هنركز على الخادم والخدمة. الأخت سألت سؤال في الحقيقة، في سؤال قوي جدا. الخدمة في الأيام دي ضاعت بين الهواية والحرفة. الخدام ما بقاش عارفين الخادم ده محترف ولا هاوي، وهي الخدمة حرفة ولا هواية. وفي الحقيقة من أصعب حاجة نفكر فيها، هل الخدمة حرفة ولا هواية؟ هي لا هواية ولا حرفة. لو الخادم احترف الخدمة راحت الخدمة، وراح صوت الله وإعلانات الله السماوية اللي عايز يقدمها للناس، لأنه هو احترف الخدمة، فبيحضر كلمات منمقة، مواضيع تمام، يعني زي ما بيقول الكتاب كلمونا بالناعمات. عايز يوصل للناس، للشعب اللي بيوصل لهم رسالة من شخصه، من تكوينه، كلام ناعم علشان ناس مستحكة مسامع. ده دي الحرف. لكن الهواية يقول لك أنا يعني خادم الرب ودي هوايتي، هوايتي إن أنا أخدم الرب. في الحقيقة لا هي هواية ولا هي خدمة. الخادم هو مرسل من الله، مرسل من الله لخدمة عظيمة، لرسالة عظيمة ينبغي أن يتكلم بها في وقت يناسب أو لا يناسب. يتكلم بكلام الله بكل مجاهرة، يعلن الحق في وقته حتى لو اللي قدامه مين هو. فهو بيتكلم بكلام الله. الخادم هو إناء مستخدم لرسالة عظيمة من سيد عظيم لشعب. أمين. وطوبى لمن يسمع رسالة الله. فالخادم لا هو محترف ولا هو هاوي. مرة بقول للبابا القسيس سامي لبيب طيب الذكر، انتقل للسماء من سنين كتيرة، سنة 98، أنا كنت المساعد بتاعه وهو كان رئيس طايفة. بقول له كل ما أطلع أخد خدمة على المنبر بطني تتلخبط وأخش الحمام ومش عارف أمسك نفسي. فضحك قوي وقال لي، والكلام ده في ودني لغاية النهاردة، قال لي صلي علشان الموضوع ده ما يروحش منك، دايما خاف قبل ما تطلع المنبر. وقال لي كلمة رائعة جدا، ويمكن الرب قاصد علشان يسمعها خادم زميلي دلوقتي، وأتمنى لكل خدام الرب. قبل ما تطلع تخدم قول مفيش حاجة اسمها الروح القدس، ذاكر كلمة الله كطالب، اعتمد على المذاكرة والكتب المساعدة، واعمل كل اللي تقدر عليه
لكن قال لي اول ما تطلع المنبر انسى كل اللي ذاكرته وكل اللي قريته واعتمد اعتماد كلي على الروح القدس. فاذا الروح القدس انتقى بعض الاشياء اللي درستها خير، اذا اداك رساله مختلفه فهو السيد وله حريه التصرف، كل اللي تعمله افتح فاك وهو يملأه. آمين. ويعطيك رساله حسب قلبه تجيب ثمر، فيها توبيخ، فيها تقويم، فيها تعليم، رساله خلاصيه حسب مسره قلب الله. فلا تعتمد على نفسك ولا شطارتك ولا مهارتك ولا دراساتك، اعتمد على الرب كليا. امتى؟ اول ما تقف على المنبر علشان ربنا يوصل اللي هو عايزه، وما تكونش معطل لكلمه الله. امين. الهنا كل المجد. ثانك يو. ايضا حابه اذكر مشاهدينا، اي شخص يحب يشاركنا في هذا الموضوع، الاتصالات الان هي مفتوحه. فعلا قس ميلاد، احنا اليوم محتاجين الى خدام، خدام يعني يكونون متميزين بروح، يكون عندهم صلابة، يتحملون ضغوطات الخدمة، يتحملون يعني ما تهزهم أي كلمة جارحة، ما تأثر عليهم أي معطل، أي مفشل، يعني نوعية يكونون مستعدين دائما أن يعملون في حقل الرب إخلاص، أن يكون شعارهم أنه لا تشمتي بي يا عدوتي وإن سقطت فأقوم. فعلا محتاجين مثل يعني هؤلاء الخدام، وأنا واثقة أنه في كثيرين الآن يشاهدون من خدام الله، أو في كثيرين الرب مهيئهم لكن يريد منهم أن يكونون مستعدين لهذا العمل وللخدمة. طبعا قسيس احنا راح نتكلم بشكل واسع في هذا المجال عن الخادم، لكن بالبدايه حابه انه اعرف الخادم كيف يرسل، من يهيئ هذا الخادم، كيف يعين هذا الخادم، هل يظهر الى ملاك او هل كيف؟ يعني اشخاص كثيرين يحب الان يشاهدونا يقولون انا احب انه اريد اخدم الرب، لكن انا مستعد، لكن الرب ما يفتح لي اي باب. هل هو يضع نفسه في الخدمه، او هل الروح القدس اللي يختاره، او لكن قبل انه يجاوبني على السؤال في عندي اتصال اذا تسمح لنا. معانا الاخ شمعون، تفضل انت على الهواء. سلام المسيح معكم. وسلام المسيح معك ايضا. ان شاء الله كل شيء. سلام المسيح معك اخي ميلاد سمعان. لسه جايب سيرتك من شويه صغيره، الرب يباركك ويحفظك ويستخدمك بركه. الله يبارك. انا مبسوط ان انت اتصلت بينا، واحنا نبارك لك في الكنيسه، وان شاء الله كنيسه ممجده لا عيب فيها. امين. الله يوفقكم، وان شاء الله كلمه الرب تطلع من 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 افواهكم وتتكلموا بالروح القدس. امين. تفضل. في سؤال ممكن يكون خارج عن الموضوع، بس لا هو في الموضوع. اتفضل. مسألة انه مثلا احنا كمسيحيين اولاد الرب لازم على طول نداوم ونقرأ بالكتاب المقدس حتى نتنور كل يوم اكثر واكثر. صدقني يا أسيس، تفاجأت اليوم بالضبط، اليوم الساعة 12 الظهر، تفاجأت من خادم رب كاهن يقول لي انت على طول بالانجيل، ولا طبعا كلمه الرب دي، قال لي لازم كمان تخلي وقت للكنيسه. قلت له انا في الكنيسه على طول. قال لي الكنيسه لولا الكنيسه لك ما كان في انجيل، لولا الكنيسه ما كانش في كتاب مقدس، الكنيسه خلقت الكتاب المقدس. فأسيس ارجوك تفهمني ما معنى ذلك، وانا شوي مزعوج من الكلمه دي. أنا متشكر. ربنا يبارك فيك، وأنا هقفل وأسمعك. الله يبارك أنا فيك. أنا متشكر جدا جدا لاتصالك، وكلامك فوق رأسنا من فوق، وكلامك حلو. بس الكنيسة ما خلقتش الإنجيل، لا، الكلمة الله هي اللي أسست الكنيسة. زي ما احنا قلنا من شوية صغيرة في أول الكلام، يقول كده عمود الحق وقاعدتي، القاعدة اللي هي كلمة الله. فكلمة الله هي الأساس، ولولا كلمة ربنا ما كانش في كنيسة. فكلمة الله اللي خدها بولس وخدها بطرس ويوحنا والناس المسوقين بالروح القدس، هذه الكلمة العظيمة هي اللي أوجدت. يعني إيه أوجدت الكنيسة؟
الكلمة هي اللي بتغير الناس. يقول كده ولدتكم بالإنجيل، يعني بولس الرسول يقول خطبتكم لرجل عظيم اللي هو الرب يسوع المسيح، كعذراء عفيفة قدمنا للمسيح، اتقدمنا للمسيح. احنا لولا الكتاب المقدس ما كناش عرفنا المسيح. لما عرفنا المسيح وسكن فينا الرب يسوع المسيح صرنا حجارة حية في بيت الله، فتأسست الكنيسة. يعني ما ينفعش اروح اجيب شوية ناس من الشارع واقول لهم تعالوا نعمل كنيسة نلعب كنيسة، يعني لا، ده كلام مش مظبوط. الكلام المظبوط ان انا اتعلم اقبل كلمة الله، كلمة الله قادرة ان تحكمني للخلاص، ولما اتمتع بخلاص الله انا صرت حتة من الكنيسة، عضو في الكنيسة، حجر حي في الكنيسة. فلما حد يقول لك سيب الكتاب علشان الكنيسة، ده كلام مش كويس، لانك انت المفروض لما بتروح الكنيسة بتسمع الكتاب، فاحنا ما عندناش حاجة في الكنيسة غير الكتاب، فالكتاب هو الاساس. فمش معنى كده انك ما تروحش الكنيسة، لا، ده يقول الكتاب حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي، ودي الكنيسة، حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في الوسط، فدي كنيسة المسيح. الكنيسة اللي ما فيهاش المسيح في الوسط فيها حد تاني، ما تبقاش كنيسة. فالكنيسة هي المسيح مركزها، المسيح اللي واخد انظارها، المسيح اللي واخد سجودها، الكنيسة اللي بتسجد للمسيح هي دي الكنيسة. فأنا أقرأ الكتاب، أتمتع بالكتاب، والكتاب يتغرس فيا كلمة الله، تعرفون الحق والحق يحررنا. فلما نتحرر من العبودية الشيطانية النفسانية الجسدانية، أنا بصير نافع لخدمة الله مستعدا لكل عمل صالح. فأنا أقرأ الكتاب، أقبل المسيح مخلص، بقيت حتة من الكنيسة. فالكنيسة هي جماعة المؤمنين اللي عارفين الحق. شكرا ليك، أنا بتشرف باتصالك وبمعرفتك، وأنت إنسان أنا بصلي لأجلك وأنت كمان صلي لأجلي، والرب يحفظك مع كل بيتك وكل عيلتك. شكرا. شكرا لاتصال، من أجل اتصالك أخ شمعون. وإحنا كنا في سياق موضوع أنه الخادم كيف يسمع صوت الرب، أو كيف مثلا في أشخاص كثيرين الآن يشاهدونه، وأني واثقة هالليلة الرب راح يدعو كثيرين للخدمة. قسم ميلاد، أنا في حاجة أقولها لك أخت رواء، مش كل اللي جاب كتاب مقدس وخطط فيه بقى خادم، لا، مش كل اللي حمل الكتاب بقى خادم. كل الكتاب اللي بيحمله، يعني لو أنا محمول بكلمة الله أبقى خادم. وعايز أقول حاجة كويسة قوي، الخدام على مستوى العالم في كل البلدان وكل الطوائف وكل الأماكن بينقسموا إلى ثلاث أقسام. في خدام فرزوا نفسهم للخدمة، خادم فرز نفسه للخدمة. يعني إيه؟ يعني أنا أنفع خادم، مرة طلع على المنبر والناس سقفت له وقالوا بس ده، يعني ده فشاف نفسه انه خادم بدون دعوة الله، فهو دعا نفسه للخدمة، فرز نفسه للخدمة. ودي في الحقيقة من الصور الصعبة جدا اللي بنشوفها. ليه؟ لان اول تجربة واول ضيقة واول مشكلة تقابله يقع، ولما يقع يوقع حوالي ناس كتير للأسف. استوقفك قسم ميلاد في هذا الجزء، يعني إذا كان مثلا هو يقول في الكتاب إن اشتهى أحد الإسقفية، يعني هو عمل صالح، إذا هذا كان عنده شهوة في قلبه أنه يكون كاهن لله، وين الغلط أنه كانت يعني أنه حضرتك تفضلت وقلت أنه لأنه هي يعني انه غلط، هي مو دعوه من الله. لكن في جزء في الكتاب المقدس ان احد اشتهى الاسقفيه، يعني في اي مشكله، كيف راح يعني اذا ممكن توضح. سؤالك رائع. طبعا اذا اشتهى احد الاسقفيه وبعدين حط بنود كثيره يكون ليه شروط. الشروط انه يكون بعل امراه واحده، غير ضراب، غير شريب خمر، مدبر بيته حسنا، مربي أولاده في الإيمان، بيخاف الله، مشهود له من الناس، كل الناس بتشهد ليه،
رغم كل ده ما ينفعش يبقى خادم. امتى يبقى مدعو للخدمة؟ لاني طبعا في انواع خدم كتيرة، فهو عايز اقول علشان محدش يفهمني غلط، كل مؤمن مغسول بالدم وسلم حياته للمسيح وحجر حي في كنيسة الله هو خادم. بس اي خادم؟ اي خادم؟ هل هو خادم للكلمة ولا خادم ربنا مستخدمه عشان يصلي في الكنيسة؟ انواع خدم كتيرة، المعلم في التعليم، الواعظ في الوعظ، الكارث في الكراسة، المبشر في التبشير، انواع خدم كثيرة وكلها بالروح الواحد. احنا بنتكلم على خادم الحامل الكلمة. فده اللي بيقوله الكتاب. فانا عايز اقول في ناس بقى فكرت انه بشوية المعلومات اللي عندهم في راسهم يقدروا يكونوا خدام للكلمة، لكن هم مش مدعوين من الله. أوكي، أستوقفك عند هالجزئية ومهمة رح أسألك إياها بعد شوية، لكن في عندي اتصال ونرجع نكمل هالمقطع. في عندي اتصال من الأخ سمير، تفضل أنت على الهواء. نعم وسلام معكم. أهلا وسهلا بك أخ سمير. أهلا وسهلا بحضرتك. وسلام معك أيضا. معلش برضو سؤال بمجال الموضوع، الرب يبارككم وبشكركم على الصوت بالكم. أنا اسمي سمير، أنا بكون أخو للشماس شمعون. أوكي. فأنا بدي أخذ رأي الضيف المبارك خادم الأمين اللي تفضل معك. تفضل. إحنا في مشكلة صارت مع الأخ شمعون ومعي، إحنا جينا للرب من 4 سنين ونص ومنحب الكلمة، عاطفين للكلمة. فمن المشاكل اللي صارت تواجه الأخ شمعون إنه بده يمنع انه يحكي عندما كان في عليه اعتراضات من الكنيسه اللي بروحها، الكنيسه السريانيه، انه انت مش لازم تشهد لاسم المسيح لما تدخل وتزور ناس. بعدين انت بتقدرش تقول للعالم انه المسيح، الايمان بيسوع المسيح رب المجد كفايه، يسوع المسيح لا يكفي وحده. في قديسين وفي خدوع وخشوع وسجود وتبخير امام القديسين. فطبعا حسب الكلمه، كلمه الرب، كلمه الرب، احنا الرب اللي حررنا، الكلمه بتقول شيء. فصارت هجمات كثيره، ف يعني احنا بدنا محتاجين صلوات. ومن الاشياء اللي كمان اعترضوا عليها انه الاخ شمعون اعطى نصيحه للكنيسه، قال لهم عندكم 4 ايام اقمار، تفتحوا قاعه الكنيسه للاقمار. سوري 4 ايام ايه؟ 4 ايام بيلعبوا قمار. قمار بيلعبوا قمار. قالهم ما فينا نقدر يوم نفتح دراسه انجيل. قالوا له انت واحد هرطوب وتفتح لنا بالانجيل، اتركنا من الانجيل يا اخي. احنا عندنا عادات وتقاليد سلمناها من الاباء. فانا انا انا اسف للشيء، انا بدي، انا محتار، احنا خراب ضاله يا حضره الابوات والكهان. اذا احنا خراب ضاله، احنا تعالوا اقعدوا مع اخوي شمعون ومعي، وافتحوا الكتاب المقدس ودلونا اذا احنا غلط. احنا بدنا الكلمه الحيه، بدنا كلمه الرب، كلمه الرب هي السراج المنير. احنا هذا اللي بنعرفه من 4 سنين ونص. اذا احنا خراب ضاله وانتم بتحبونا، تعالوا اقعدوا معنا وافتحوا الانجيل. بقولوا لنا لا ابدا، مش انجيل عندنا، الانجيل بتتركوه في الدار. احنا بنمشوا على ارائنا وعلى ابوابنا. فايش بيزعج، نطلب من الرب يسوع المسيح يفتح وينور هذه الكنائس وهذه الكهان. شكرا. هاي المشكله تطلب صلوات. انا متشكر لمداخلتك يا اخ سمير، وانت رعبتني في الحقيقه. انت قلت حاجه غريبه قوي، 4 ايام في الاسبوع كنيسه بيلعبوا قمار في الكنيسه؟ ده اي كنيسه دي؟ هل ينفع نسميها كنيسه دي؟ انا مش عارف في الحقيقه. اللي بتقوله كلام صعب جدا، لكن عايز اقول لك يا اخ سمير انه ما ينفعش أعمى يقود أعمى، ما ينفعش. لكن لازم الإنسان اللي بياخد بصيرة، شوف أقول لك على حاجتين مهمين يا أخ سمير. الحاجة الأولانية، إله هذا الدهر اللي هو الشيطان أعمى، أعمى أذهان غير المؤمنين. يعني يلعب قمار في الكنيسة، يشرب في الكنيسة، يعمل. أنا بصراحة يعني حاجة تخوف، يعني اللي أنت قلته ده. فده أعمى، ما هل ينطبق عليه دي كنيسة؟ يعني مثلا لما يقول لك كنيسة شهود يهوه، هل دي كنيسة؟ يقول لك كنيسة الأدفانتست أو كنيسة السبتيين
اللي ما بيؤمنوش بلاهوت المسيح نقدر نسميها دي طائفة مسيحية؟ هل دي كنيسة؟ لا 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 لا، الكنيسة الحقيقية يا أخ سمير مش في طائفة معينة، الكنيسة الحقيقية كنيسة المسيح الحقيقية هي من كل الكنائس، كل من اغتسل بدم المسيح حتى لو كان اسمه محمد أو مصطفى أو علي أو حسين، كل من احتمى في دم المسيح وقال له ارحمني يا رب أنا الخاطي، العصابة بتاعت إبليس اللي هو إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين، أول حاجة من خلال هذه الصلاة الرب يروح شايل العصابة، فيحصل عنده استنارة ذهن زي ما قال في رسالة أفسس مستنيرة عيون أذهانكم. ليه؟ عشان تقدر تختبر كلام الله الصالح وتفهمه. الأخ شمعون وحضرتك كل واحد اتفتح عينيه على الحق الكتابي صار شهادة للمسيح، صار شهادة بأعماله وبكلماته، ولازم وحتما ولابد يرفض الباطل، ما ينفعش يقول الكتاب اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب. القديم ربنا مش هيحاسبك عليه لو جيت للمسيح واحتميت في الدم الكريم والرب ملك على قلبك، مش هيحاسبك على كل القديم لانه دفع الثمن على الصليب وقال كده على الصليب اغفر لهم يا ابتاه، فانت مغفور الاثم، صرت خليقه جديده، وتقدر تقول انت والاخ شمعون وكل اللي سامعني واختبروا المسيح الاشياء العتيقة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار جديد، دي الكنيسة الحقيقية. فإذا كان حد بيدعوك إنك تقفل الكتاب ده اعتبره أنه دي دعوة شيطانية، إذا كان حد بيدعوك للكنيسة عشان تلعب قمار دي دعوة شيطانية، خد بالك أخويا، دي الشيطان في هذه الأيام الأخيرة بيعمل بكل قوة بكل قوة. عشان كده حديثنا النهاردة عن الكنيسة وعن الخادم في الكنيسة، يجب أن كيف يتصرف، كيف تتصرف في بيت الله، كيف يجب أن تتصرف في بيت الله علشان تكون كنيسة عظيمة. أنا بشكرك لأجل اتصالك، وعايز أقولك أخ سمير ما تبصش لورا، الأشياء العتيقة قد مضت، خلي عينيك على الرب وخلي عينيك على الإخوة المؤمنين المغسولين اللي يدفوا بعض، اللي يكون في شركة بينهم وبين بعض. ربنا يباركك، وأنا بشكرك لأجل اتصالك وهصلي لأجلك أنت والأخ شمعون وكل إخواتي اللي على شكلكم، أنه بهنيكم بقبولكم المسيح وبهنيكم بمعرفة كلمة الله الحية. الرب معاك ويباركك ويسدد كل احتياجاتك. أمين. Thank you. يعني تعقبا على هذا الكلام فحابة أنه أشارك، أكيد كنيسة فيها أمر، يعني كلمة ده حاجة تزعج، تقول أنه لا يسكن في بيتي، لا يسكن في وسط بيتي عامل غش. يعني أنا احنا عايزين الرب يسوع تاني زي ما دخل إلى أورشليم إلى الهيكل ومسك صياط وقال بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه، بس أنا يعني لكن أنا واثقة في هذه الليلة قسيس أنه الرب رح يقوم يقيم خدام أقوياء ورح يقفون في الثغرة ورح يقفون أمام هذه الأمور اللي تحدث في كنائسنا هذا اليوم. شاركونا هذه الليلة في حلقتنا الكنيسة والخادم، حابين نسمع أصواتكم، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل. ليس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان. تقديمات الآرامية أعدوا طريق الرب. عندما كان الرب يسوع المسيح في طريقه للدخول إلى مدينة نايين، إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة ذاهبون ليدفنوا ميتهم، لم تكن الجماعة حاملة هذا الشاب إلى الطبيب أو المستشفى لأنه مريض أو في حالة حرجة، بل كان ميتاً وانتهت حياته، لكن الرب تحنن على الأم وتداخل وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. أحبائي المشاهدين، ما زلنا في حملة جمع التقديمات للآرامية.
وفي الأسبوع الثاني وصل مبلغ التقديمات إلى 6,000 دولار. شاكرين الله على هذه التقدمة. صلوا أن يتدخل الرب ويلمس الآرامية بلمسة خاصة. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أنا نفسي أبي وفرحاني بابن الإنسان، بدم اشتراني وخلاني ملك وسلطان، لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها لو كانت على. اشتراني وخلاني ملك وسلطان، ملك وسلطان، لا فلوسك ولا أعدوا طريق الرب، حملة جمع التقديمات للآرامية. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. حاول التلاميذ صيد السمك طول الليل ولم يصطادوا شيئا، لكن عندما قال الرب: ألقوا شباككم على الطرف الأيمن، امتلأت شباكهم بسمك كثير. بالرغم من خبرة بطرس والآخرين في الصيد، إلا أنهم فشلوا في الحصول على سمك. كانوا متعبين، خائرين، حزينين، لأن معلمهم قد صلب ومات. لكن الرب تدخل، طلب الرب أن يغيروا اتجاههم، فحصلوا على البركات، فتعلموا درساً عظيماً. نحن بحاجة إلى 250 مشترك شهري بقيمة 100 دولار. صلوا لأجل العمل. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. ولعلمك أنا ما بسجد أنا ولا ركبي بتركع مهما كان، أنا قلبي غفلة يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الأكوان. ولعلمك أنا ما بسجد أنا ولا ركبي بتركع مهما كان، أنا قلبي غفلة يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الأكوان. أهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا معاكم في هذه الحلقة المميزة عن الكنيسة والخادم، كيف تتصرف في كنيسة الله. وتكلمنا عن الكنيسة وتكلمنا عن الخدمة، والآن إحنا في سياق حديثنا عن الخادم وكي من يهيئ ويرسل أو يفرز الخادم. هل هو الخادم؟ كان حضرة القسيس يتكلم عن هذا قبل أن نأخذ هالبريك، لكن إذا تسمح لنا قسيس في عندي اتصالات ونرجع أنه نتكلم في نفس هذا الجزء. معنا الأخ فرحان، تفضل أنت على الهواء. أخ فرحان تفضل أنت على الهواء. أيوه تفضل. أهلاً. أيوه بدي أحكي مع الأخ ميلاد، ممكن أحكي معه؟ أنا سمعك تفضل. أيوه حبيبي، أنا سمعتك اليوم، كنت أتحكي عن يونان. أيوه عن تمام. يونان أنت كنت أتحكي عن يونان. تمام. وقلت عن أن الصلاة لله، أن راح يصلي للرب، والرب انت بتصلي لليونان انا اصلي لنينوى والرب. وكلامك حلو جدا، واتكلم عن الخادم اللي هو اللي جاي يعني زكى نفسه واللي زكى الناس واللي زكى الله. ايوه تمام. وهذا هشكله كويس، ان كان راح يزكى الله
هو ليه القساوسة بيخبطوا في بعض وليه في تظاهر؟ طب ما كان زكاة الله، طب ما يعمل معجزات الله، طب ما ثبت بالآيات زي ما كان في الكتاب. أنا جيت للرب من الناس البسطة، ما جيتش عن طريق القساوسة، ليه ما فيش معجزات؟ شكرا يا أخ فرحات، هجاوب على حضرتك بنعمة الرب. سؤالك حلو وأنا بشكرك، والرب هيعمل معاك معجزة كبيرة، وأنا فرحان إنك أنت قبلت الرب يسوع المسيح مخلص. أنا فهمت كده من الكلام اللي أنت قلته. Thank you أخ فرحان من أجل اتصالك. أنا هجاوب لو في اتصال ثاني. معانا اتصال ثاني من الأخ بشار، تفضل أنت على الهواء. هناخد اتصالات وبعد كده نجاوب مرة واحدة على الإخوة، تفضل. أخ بشار تفضل. ألو. أهلا أخ بشار. أهلا وسهلا أخ بشار. ألو، السلام ونعمة. اهلا وسهلا يا غالي، معك ومع راعي كريم كنيستنا المبارك. اهلا وسهلا يا غالي. انا بشكر الرب لانه عن طريق السيس ميلاد انا كنت في الظلمه وجيت على النور. المجد للرب. وهو يعني انا فخور جدا بهذه الكنيسه وبراعيها المبارك. ربي يباركك، ربنا يديك نصرة على نصرة على طول الوقت. شكرا يا أخي بشار، تكون على طول معانا وراعي كنيستنا وتزدهر الكنيسة بكلامك وبحضورك الرائع والمقدس. ونشكر الرب يباركك. أنا ما استاهلش أغسل رجليك أخ بشار، أنت إنسان فاضل، ربنا يباركك، والراعي الكبير بتاعنا الرب يسوع المسيح. احنا كلنا تحت ايده الراعي العظيم المبارك. انا بشكرك جدا وربنا يحميك ويحفظك اخ بشار. شكرا اخ بشار من اجل اتصالك. نعود الى موضوعنا. السؤال بتاع فرحان. سوري yes. انا ما جاوبتش على الاخ. تفضل. الاخ فرحات، فرحات ولا فرحان؟ الاخ فرحان. هو اكيد فرحان لو انت فعلا قبلت الرب يسوع المسيح، تبقى اسم على مسمى، لأنه الإنسان اللي بيقبل الرب يسوع المسيح مخلص هو ده الإنسان الفرحان. والدليل على كده لما تقرأ في رسالة غلاطية صح 5 وعدد 22، الإنسان المؤمن المغسول بالدم زي ما قال عنه في رسالة أفسس، لما أمنتم ختمتم بالروح القدس، وهذا الختم يعمل فيه ثمر الروح القدس اللي هو في غلاطية 5:22. أما ثمر الروح محبة فرح، فانت اسم على مسمى لو قلبك مغسول بدم المسيح واسمك كتب في سفر الحياه، وهتفرح الى ابد الابدين زي ما الرب قال نعما ايها العبد الصالح الامين، كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدنا. فانت اسمك حلو قوي يا اخ فرحان، لكن عايز اقول لك حاجه. اذا كان نعمه الله افتقدتك وكلمة الله دخلت قلبك وتجاوبت مع كلمة الله وسلمت حياتك للمسيح، ما تبصش على الناس، ما تبصش على الخادم. لو بصيت على الخادم هتتعصر وتفقد سلامك اللي مع الله. لكن الخادم هو وسطة ربنا استخدمه علشان يوصل لك الرسالة. لكن بعد كده ثبت عينيك على الرب زي ما قال في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 13، قال لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، وبعدين ناظرين إلى رئيس الإيمان. ما تبصش على مين الإنسان، مين الخادم، ما تبصش عليه مهما كان شأنه، مهما كان اسمه، مهما كانت رتبته، مهما كانت وظيفته، هو شوية تراب. الإنسان الخادم ده شوية تراب، ده نعمة الله اللي بتستخدمه، لولا نعمة الله ما يسويش. عشان كده أخ فرحان وكل المشاهدين، ما تبصش على الخادم بوحشته أو حلاوته. الرب يسوع المسيح قال زمان عن الكهنة ورؤساء الكهنة في العهد القديم اللي قالوا أسلوبه أسلوبه دمه علينا وعلى أولادنا، قال عليهم اسمعوا كلامهم وما تعملوش أفعالهم، ما تعملوش أفعال، مالكش دعوه بيه، منه الربين، الله هو اللي هيحاسبه، هو الديان اللي هيدينه. عشان كده أنا أوصيك يا أخ فرحان، أنت وكل الإخوة المشاهدين والأخوات، خلي عينيك على كلمة ربنا اللي من خلالها بتشوف المسيح، بتشوف الرب يسوع المسيح. هو ده المعلم الصالح. مرثا قالت لمريم المعلم قد حضر، يا
يا مريم تعالي بص على المعلم، خلي عينينا على المعلم، هو اللي يقدر يقول للعازر هلم خارجا. القسيس مهما كان ما يقدرش يخلص الإنسان، ما فيش خادم يقدر يخلص الإنسان، لكن ممكن يحمل رسالة الله ويقدمها للإنسان، وإذا قبلها الإنسان بيخلص، مش عشان الخادم، بيخلص من خلال الرسالة اللي ربنا بعتها عن طريق الخادم. عشان كده أخ فرحان ملكش دعوة بأي حد، إن كان رتبة كنسية أو خادم معين أو شخص معين، إحنا مش ضد حد ومش ضد أي طائفة، لكن ثبت عينك على الرب يسوع المسيح. ربي باركك، وأنا بشكرك لاتصالك، وإن شاء الله يكون بيننا وبين بعض اتصال، وأتمنى تسيب رقم تليفونك في الروم كنترول، وإحنا بعد كده نواصل معك بنعمة الرب ونساعدك في حاجات كتيرة من خلال كلمة الله. رب معك. كلام رائع قس ميلاد. حابة أذكر أحبائنا السؤال اللي سألتك قبل أنه نأخذ الاتصالات، هل الخادم هو يفرز نفسه؟ هل هي وظيفة؟ من هو اللي يعين الخادم؟ أو من هو اللي يرسل الخادم؟ يعني مثلا بطرس أو يعقوب يوحنا، هل سمعوا صوت أو هل هم عينوا أنفسهم؟ فإذا ممكن. شكرا. أنا هرجع تاني وبتكلم، قلت في الأول إن كل مؤمن مغسول بالدم خادم، عشان ما حدش يتلخبط، كل مؤمن مغسول بالدم هو خادم. وبأبسط الكلمات، كنت أعمى والآن أبصر، يا ناس تعالوا شوفوا الرب قال لي كل ما فعلت، نص أموالي أقدمها للفقراء والمساكين، تكون شهادة حية، كتاب مفتوح للآخرين. فكل مؤمن مغسول بالدم هو خادم للرب، لكن أنا بتكلم عن خدام الرب المتكلمين، الرعاة وخدام الرب الوعاظ والمبشرين اللي أنا عنهم الكتاب. أنا بيحضرني اللي قاله الأخ الفاضل اللي أنحني احتراما لي والتعليم الدقيق، الأخ يوسف رياض، قال إنه في ناس كتير بتخطط في الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس بخططش فيهم. حلو إن أنا أمسك قلم وخطط وأكتب وأدرس وأعمل، لكن الأحلى والأعظم إن الكتاب يخطط فيه، يشكل فيه، يغيرني، زي ما قال الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إيه اللي هيغير شكلي ويجدد ذهني؟ كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذي حدين. عشان كده حلو إن أنا خطط في الكتاب. الأعظم ده الكلام ده قاله الأخ يوسف رياض ربي باركه، الأعظم إن الكتاب المقدس يخطط في حياتي، يخطط مستقبلي، يخطط اتجاهاتي، يخطط قراراتي. الكتاب المقدس ينطبع فيا فأتكلم بكلام الله في كل وقت. لكن أرجع تاني للدعوة اللي حضرتك قلتي بطرس ويوحنا والناس دي، يعني الرب يسوع المسيح مرة ماشي لقى واحد قدامه صنية كبيرة كده وفيها فلوس وبيغير مصاري، صراف يعني، قال له اتبعني، فترك كل شيء وتبعه. فالدعوة هي من الله، الدعوة للخدمة المنبرية لخدمة الكلمة، الدعوة من الله. أنا مرة رحت واجب عزة وطلع أخ بيوعظ في العزة، قعد تقريبا نص ساعة يوعظ، أنا مركز معاه كويس جدا، أنا معرفش هو بيقول إيه، أنا معرفش بيقول إيه، ما فهمتش ولا كلمة. يعني هل كل رسالة هي من الله؟ فقد الكتاب، فقد معناه، فقد أسلوبه، هو مش عارف يقول إيه. فمع احترامي لي، معلش حتى لو كان هو أخ مؤمن أو خادم، ما ينفعش أداء الواعظ ففي الواعظ، المعلم ففي التعليم وهكذا. عايز أرجع تاني لحتة الخادم اللي بيفرز نفسه. مش كل واحد عرف كلمتين في الكتاب بقى خادم، ويا ما احنا بنخدع في الحكاية دي. أنا على فكرة مش أنا يعني أضعف الضعفة، أوحش خدام الرب، لما حط كتفي جنب خدام الرب أحس بصغر حجمي، وأنحني احتراما لكل خدام الرب الأفاضل اللي سيرتهم حلوة، اللي قال عنهم الكتاب ذكر الصديق للبركة. لما أتذكر خدام الرب، ودايما أقول بابا القسيس سامي، ليه؟ خادم كان يعيش ما يقول ويقول ما يعيش، إنسان يعيش الكلمة، الكلمة عيشة فيه، تقعد يا دوبك تحكه كده طلع كلام ربنا، في ظروف الصعبة يكلم كلام ربنا، الظروف الحلوة يكلم كلام. عايز أقول إنه مش كل واحد حفظ آيتين بقى خادم للرب.
عفوا استوقفك يعني قسيس في هذه النقطة. يعني قصدك أنه ليس كل الناس مدعوين للخدمة؟ إذا لماذا الله يميز يعني بين أشخاص عن أشخاص؟ وين يعني في حلقة ضايعة هنا، يعني كل المؤمنين ممكن يقولون إحنا نحب أنه نخدم، ومن كل واحد وكل واحد في عنده حق أنه يخدم في بيت الله، لأنه إحنا عائلة الله إذا كنا أولاد الله أو بنات الله. لكن كيف الله يدعو؟ ما هي يعني الميزات؟ هناك أكيد ميزات أو الصفات، ما هي أبعاد الرب اللي ينظر بها اللي يختار هذا الخادم؟ أنا فهمت سؤالك كويس، لأنه مثلا يعني يمكن الآن شخص يشاهدنا يقول أنه إلهنا غير عادل في هذه الحالة، لماذا يميز بين عفوا يعني حاشا لله، لكن في أشخاص كثيرين يريدون يعرفون لماذا، فإذا ممكن توضح النقطة. شكرا. هو الرب قال مش كل الجسد عين، يعني لو كل عضو في الجسد عين يبقى خير بالجسد، لكن في رجلين وفي ايدين وفي عينين وفي مناخير، وكل واحد في موقعه، حتى الاعضاء القبيحه الرب بيستخدمها في جمال عظيم. الاعضاء الصغيره، شوف العين اصغر حاجه والرب مستخدمها لكل حاجه. صحيح. فالعين ما تنفعش تشغل بق، ولا تشغل مناخير، ولا المناخير تقول انا عايز ابقى عين، ما تنفعش. فجسد المسيح هو كل الاعضاء بيخدمه، بس كل واحد ليه خدمه. وانا قلت مره وهقولها تاني، يعني كل المؤمنين خدام للرب. أوكي. يعني انا بشوف الاخت اللي بعد لما بيخلص الاجتماع بتعمل القهوه، لو ما كانتش اخت قديسه مؤمنه تبقى القهوه طعمها مش كويس. فانا عايز تكون دي خدمتها. الاخت اللي بتيجي تصلي قبل الاجتماع عشان الخادم والترنيم والاجتماع والنفوس، دي اعظم خدمه. امين. انا عايز اقول ترتيب الخدمه اضعفهم، او الترتيب آخر خدمة خدمة الوعظ. لكن في ناس فرزوا نفسهم لخدمة الوعظ وهم مش وعظ. ليه بقى؟ لأني إذا كنت بخاف وبعمل لكلمة الله حساب، وقبل ما أتكلم بكلام الله أشاور على نفسي. أنا دايما أقول الحكاية دي، شفتها في الأخ عادل نصحي خادم الرب الأمين الطاق القديس، دي يشاور كده على الناس بصابع ويقول ثلاث صوابع علي، فكلمة الله دي ليا. لو انا بقول غير اللي بعيشه ابقى انا كذاب. ارجع تاني اقول من فضلك ما تستعجلش، خليك زي جدعون فاصل مع ربنا. انا هطلع الخدمه ولا ما اطلعش؟ انت عايز نطلع الخدمه ولا ما اطلعش؟ فاصل مع ربنا علشان تتاكد من دعوتك وتكون دعوه الهيه. لان هقول لك على حاجه، الطريق مش مفروش بالورد. بولس الرسول لما الرب فرزه للخدمه دعاه للخدمه، قال هيكون إناء مختار لي وهوريه. خد بالك يا خادم الرب، هوريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. عندك استعداد للألم؟ عندك استعداد تدخل بين حجري رحي؟ كل خدام الرب الأفاضل دخلوا في ضيقة وألمات وظروف صعبة، خدام للرب طارت رقبتهم بالسيف، خدام للرب اتعذبوا، خدام للرب دخلوا السجن، خدام للرب شافوا أمور صعبة. عندك استعداد للنفقة دي؟ قبل أن تبني برج احسب النفقة. هل أنت مدعو من الله علشان الرب يقدر يعينك ويمشيك على المرتفعات وتصير خادم للرب؟ ده الكلام اللي بنقوله. طبعا في نوعية كتيرة، يعني مثلا يقول الكتاب، يقول كده ديماس قد تركني. ده خادم، ده كان بيخدم مع بولس. ديماس قد تركني. ليه يا عم ديماس؟ انت مش مدعو من الله؟ لانه احب العالم الحاضر. من اول تجربه، من اول سفريه، من اول ظرف صعب، من اول ضيقه، قال لا يا عم متشكر، ده الخدمه دي مش كويسه. ففي ناس فرزوا انفسهم عشان كده، اول ما بيدخلوا في ضيقه او الم بيقولوا احنا ما ننفعش قدام الرب، وتبقى سقوطهم سقوط عظيم. لكن في ناس تانية فرزهم الناس، انت امور قوي، ده ايه الحلاوه دي، ده مفيش احلى من كده، ده انت تنفع خادم الرب الامين اللي ده احنا نعينك على الكنيسه. يعني في اشخاص بيعينون انفسهم، بيعينوا ناس، وفي اشخاص هم بيعينوا. على اي اساس يعينوهم؟ يعني هل هناك مواصفات فيهم خاصه؟
هل هناك يعني مميزات في هؤلاء الأشخاص خاصة حتى أنهم يعينون هؤلاء الأشخاص؟ أنا في الحقيقة فضل. في الحقيقة الظاهرة دي كتيرة قوي في أمريكا، يمكن في بلدنا الشرق أوسطية قليلة، لكن في أمريكا هنا ما المصلحة فيها؟ يبقى الكنيسة رائعة، والكنيسة والخادم اللي فيها رائع، مستخدم من الرب، وربنا مديله سلطان في الكلمة والوعظ والخدمة، ومثابر ومجتهد، وبعدين يطلع عضو من الأعضاء يقول لك هو يعني القسيس ده أحسن مني؟ أنا هتكلم كمان أمثلة كتابية في الموضوع ده، هو القسيس ده أحسن مني؟ ده أنا أعرف أوعظ أحسن منه. يقوم يحصل إيه بقى؟ يقوم يعمل انشقاق في الكنيسة، ويطلع من الكنيسة واخد معاه 15 ويقولوا له أملك علينا. ده الكلام ده كتابي. صحيح. يعني لما نرجع في العهد القديم أيام موسى، يطلع واحد يقول هو موسى ده يعني اللي ربنا اختاره، طب أنا أحسن من موسى. صحيح. ده أنا أعرف أخدم أحسن من موسى. تعرف ربنا عمل إيه؟ فتح الأرض وبلعه، و250 واحد نزل نار وموته. يا صديقي العزيز، يا خادم الرب، هل أنت مدعو من الله ولا من الناس؟ يا اللي طلعت من الكنيسة تحت تأديب تقوم علشان تغيظ القسيس تعمل كنيسة، هي بقت لعبة؟ بقت يعني يلا نلعب كنيسة؟ هي انت مش واخد بالك ان الكنيسة دي ملك الله؟ الكنيسة دي على قلب ربنا، دي جسد المسيح. خد بالك، خد بالك، لحسن هيكون سقوطك عظيم حتى لو الرب تأن عليك. خد بالك يلي الناس هيصوا وقالوا املك علينا، هل انت ملكت على هؤلاء من الرب وبتملك عليهم باي صفه؟ خد بالك، دي نوعيه تانية. لكن في نوعيه كمان. امين. كلام فعلا رائع وجميل، وفعلا احنا كمؤمنين ان كنا اولاد او بنات الله كعائله الله، يعني اتمنى وارجو من كل المؤمنين ان نخضع لهذا الترتيب ولهذا النظام اللي دا يتكلم حضره القس ميلاد عنه. كلام حلو رائع، واحنا حابين انه تشاركونا في هذا اللقاء الرائع مع القس ميلاد. معايا اتصال من الاخ رامي، تفضل انت على الهواء. الرب يبارككم. بيباركك. والرب وانا كثير بتشكركم انكم استضفتوا راعي وخادم كنيسه يسوع، خادم كنيسه نور الانجيل. انا اسمي رامي بشاره. اهلا وسهلا بحضرتك. انا من عم بحكيك بنيويورك. كثير بتشكركم انكم استضفتوا اروع خادم للكنيسة. العفو يا حبيبي، العفو، العفو، اعمل معروف. الخادم القسيس ميلاد هو كنز كثير كبير لنا، ونحن كثير يعني نفتخر انه هو القسيس تبع الكنيسة تبعنا، لانه الكلام تبعه كلام كلياته ايمان وكلياته نشكر الرب. يعني عم يعطينا من بركته هو الايمان اللي عم يقوينا ويعني يخلينا نقوى اكثر واكثر. واحنا نشكركم اخ رامي، نشكركم من اجل قبولكم لدعوه الاراميه وارسلتوا لنا خادم الرب لذي رساله الرب. نشكر الكنيسه. الله يديم عليكم النعمه. وبس حبيت اني شارك ولو قطعتكم، بس حبيت اني شارككم وشكر القسيس ميلاد على الشيء اللي بيعملنا اياه واللي بيعطينا اياه من معلومات. امين. شكرا يا اخ رامي، انا ما استاهلش ولا كلمه باللي انت قلتها. انا شويه تراب، انا يعني اناء في ايد الرب، واذا كان الرب بيستخدمني ده فضل منه، وانا بشكرك لمحبتك ومشاعرك الحلوه. الرب يباركك ويساعدك. شكرا لكم. ثانك يو اخ رامي. كنا ده نتكلم عن في مجموعه انه هي تفرز يفرزون أنفسهم إلى الخدمة، وفي مجموعة ناس تقيمهم، ما الروح القدس ما في أي علاقة في هذا الموضوع. يعني الخادم، كيف رح نعرف أنه هذا الخادم الرب هو اللي يقيمه؟ الروح القدس هو اللي هيئ هذا الخادم. وبنفس الوقت نريد نربطها مع العهد القديم. يعني بالعهد القديم نستعمل مصطلح الكاهن أو النبي.
أريد أيضا قسيس نعرف ما هو الفرق بين النبي وبين الكاهن. يعني إحنا نعرف بالعهد القديم عندما الرب كان هيئ الخيمة الاجتماع اللي هي مكان مقدس للرب، هيئ كل الظروف حضرها، إذا كانت الآلات الموسيقية، إذا كان البناء والأمور داخل خيمة الاجتماع. اليوم إحنا عندنا الكنيسة، فما هي الأمور الرب اللي هيئها في هذا الخادم حتى يرسل هذا الخادم وينطلق هذا الخادم في هذه الخدمة؟ شكراً أخت رواء. في الحقيقة الكلام رائع جداً، والأخت رواء ربطت بين العهد القديم والعهد الجديد وذكرت هل الخادم هو نبي ولا كاهن، وهل في فرق بين النبي والكاهن. كلام حلو كتير وأسئلة كتيرة، وعشان نجاوب عليها لكن هنقول باختصار، في الحقيقة في العهد القديم الخيمة الاجتماع والكهنة كان كل واحد ليه وظيفة. في كاهن شغلته بس الدبح والسلخ والتقطيع ويحط على المسبح، وفي كاهن ياخد نار من على المسبح يوديها على مسبح البخور، وفي كاهن شغلته بملقط ومنفض علشان ينظف المنارة علشان دايما تنور، وفي كاهن علشان يجيب خبز الخبز ويحطه على مائدة الوجوه ويحطه على مائدة الوجوه وينقله كل 24 ساعة. كل واحد في كاهن علشان يجيب مية، لويين يجيبوا مية يحطوها في المرحضة. كل واحد عنده وظيفة، في ناس بتحمل التابوت، في ناس بتحمل الخيمة، في ناس بتعمل كذا، في ناس بتجيب حطب، في ناس بتحط النار، كل واحد ليه وظيفة. أحلى حاجة أنت عارف وظيفتك إيه في بيت ربنا، دي حاجة مهمة جدا، ده المدعو من الله. كل مؤمن خادم، بس ايه نوع الخدمة اللي ربنا عايز يشغلك بيها في بيت ربنا، وخصوصا انت بعد الايمان بقيت كاهن. يقول الكتاب المقدس غسلنا من خطايانا وجعلنا ملوكا وكهنة، فانت كاهن العهد الجديد، فايه دورك في بيت ربنا؟ ده السؤال المهم اللي تعرف ليه. مش معنى كده انك مش مفروز من الناس، او انا كنت بتكلم عن الخادم الكلمة او الرعاية، لكن في فرق بين النبي والكاهن. في العهد القديم كان في فرق، الكاهن هو اللي ياخد أثقال الشعب ويقف قدام الله متشفع مصليا، بيقول له يا رب فلان وفلانة، ده شغلة الكاهن اللي يقف قدام الله يكهن للرب. النبي يقف قدام الرب ياخد من الرب ويدي للناس. خد بالك، الكاهن ياخد من الناس يقدم للرب، والنبي ياخد من الرب ويقدم للناس. في العهد الجديد احنا نعمل العملين دول، ناخد من الرب من خلال الكلمة الحية ونقدم للناس، وناخد اثقال الناس واتعبهم، والناس الخطاة نقعد نصلي لاجلهم، والناس المرضى والضعاف ونحطهم قدام الرب، نضعهم قدام الله. فدي شغلتنا في العهد الجديد، ان احنا نعمل عمل النبي ونعمل عمل الكاهن في وقت واحد، ونتكلم بكلام الله بكل مجاهرة. عايز أرجع بس رجعة صغيرة عن شخصية في سفر أعمال الرسل، واحد اسمه سيمون شاف التلاميذ بيخدموا قال لك دي الخدمة حلوة قوي، دي مربحة جدا، ده شغلة رائعة، فقال لهم أنا أمنت. وبعدين اتعمد في لبس عمده، وبعدين جه بطرس فقال له أنا عايزك تديني الموهبة دي واللي انت عايزه من 10,000، انا ادفع فلوس واديني الموهبة. قال له خلي فلوسك معك للهلاك، انا شايفك في الظلام. ده عايز يفرز نفسه للخدمة، عايز يعمل له قرشين بيزنس، الخدمة بيزنس. مرة واحد جالي في الكنيسة في نيويورك وقال لي انا عايز اعمل كنيسة، فبقول له ليه؟ قال لي عشان يبقى بيزنس، اجيب اعضاء يدفعوا العشور واخد العشور وأنا أخدمهم بيزنس. يا حبيبي يا غالي، هتقدر تنحني وتسجد قدام ربنا وتغسل رجلين إخواتك؟ هو ده الخادم الأمين. أمين. أنا أشكرك جدا قس ميلاد، لكن رح نعود بعد أن نأخذ هذا الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا وبعد لحظات نعود معكم. ما تعلمتش عيش ولا خايف ولا عدد جراحاتي،
أعدوا طريق الرب، حملة جمع التقديمات للآرامية. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. كادت السفينة أن تغرق لأنها امتلأت بالمياه، واستخدم التلاميذ كل الوسائل والطرق لإنقاذ السفينة من الغرق، لأن الموت أصبح أمر حتمي ووشيك، وبحكم العقل والمنطق لا يوجد حل. لكن عندما صرخوا إلى الرب تدخل وهدأ العاصفة وأسكت الموج. الوضع في الآرامية صعب وحرج، حتى أننا أصبحنا تحت دين مع شركة البث البالغ 45,000. صلوا أن يتدخل الرب ويصنع لنا بحسب غناه. صلوا لأجل العمل. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أنا ساكن فحصور الصخر وليا جناح النس، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكس. أنا ساكن فحصور الصخر وليا جناح النس، أنا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكس. ولا أعدوا طريق الرب، حملة جمع التقديمات للآرامية. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. هو ذا الرب واقف على باب قلبك يقرأ، يريد أن يدخل إلى قلبك ويؤسس معك شركة رائعة وجميلة. رسالتنا هي أن نشجعك على فتح الباب فترى عجائب الرب. صلوا لأجل هذه الخدمة. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية، ما زلنا معكم في حلقتنا هذه الليلة، وهي كيف تتصرف في بيت الله. راح تكون عندنا قراءة من تيموثاوس الإصحاح الثالث. صادقة هي الكلمة، أن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طماع بالربح القبيح، بل حليما، غير مخاصم ولا محبا للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ آمين. قبل أنه نشرح هذه الجزئية من الكتاب المقدس، كلمة الله رائعة، إذا يسمح لنا القسيس نأخذ اتصالات ونعود. أهلا وسهلا. أوكي، معانا الأخت سيسيليا. نعم تفضلي، أنت على الهواء. أهلا بك، سلام المسيح معك يا أختي. وسلام المسيح معك القسيس ميلاد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك قسيس ميلاد، بركي تصلينا من أجل أولادي ثمانية وعوائلهم، وصلي خاصة لابني، ابني واحد هو بالسجن بغداد،
الطليل هو مقيم بالسويد وراح عنده شوية حالة نفسية عقليته ما هالقد راح يهذا الشكل ما عنده كل أحد كله أهالين طالعين يعني إحنا أمين أختي في آخر البرنامج إحنا نحط قدام الرب راح العراق وقبضوا علينا وما عرف صار مشكلة ما سوى مشكلة الحال والنفس ربنا يطمنك وهذا صار له 7 شهور بالسجن ممكن تنطيني اسمه إذا أمكن؟ نعم اسمه سعد يوسف سعد يوسف أوكي نعم صلي. سعد صلي يوسف اوكي احنا راح نصلي من اجله في نهايه الحلقه الله يخليكي الله يسوي معجزه ان شاء الله آمين. طالعه من سجن ويوصل السجن امين الهنا اله المعجزات الهنا اله صالح واحنا راح نصلي له هذا الشخص نعم. دائما نرفعه بالصلاه مو بس هالليله وانما يوميا راح يكون في صلاتنا والرب راح يكون وياه والرب راح يفتح امامه ابواب كثيره امين امين ونشكرك من اجل هذا الايمان الرائع واتصالك امين ثانك يو Thank you. Okay. إحنا اتكلمنا قبل أنه أن نأخذ البريك عن الفرق بين الكاهن والنبي وكان فعلا شرح رائع جدا أنه كيف أنه الكاهن هو اللي يستقبل من الشعب وينطي لله والنبي هو اللي يأخذ من الله ويعطي للشعب لكن في العهد الجديد الخادم الرب هو يعمل كاهن ونبي. هو كاهن ونبي فعلا يعني هذا امتياز رائع لنا ك مؤمنين للعهد الجديد نشكر الرب يسوع من أجل المميزات اللي انطانا إياها يعني فعلا تختلف عن العهد القديم ولأن العهد الجديد الكتاب معانا أمين وإعلانات الله ونبوات الله والكتاب كامل ما فيهوش حاجة ناقصة أمين فأنا عندي الإعلانات موجودة أمين الرب بيملاني بيها وأقدمها للناس أمين والرب بيديني نصح كخادم وراعي أو مبشر فبيديني احتياج الناس ايه اللي الناس محتاجاه فبطلعه من كلمه ربنا بقدمه من كلمه ربنا امين فنشكر ربنا لاجل الكتاب المقدس امين امين من خلال القراءه اللي قريناها الان في هناك عوامل في هناك شروط لخادم الرب قبل انه يتهيا ويتقدم لخدمه الرب يعني فعلا في شروط يعني في حدود في حياته يكون متقيد في أمور كثيرة وإحنا نعرف يعني كخادم يكون قدوة للشعب حتى الشعب يقتدي بهذا الخادم لأنه هو سفير لأنه هو ممثل الله على هذه الأرض وعليه مسؤولية أكبر من الشعب ومن والأنظار كلها على هذا يعني الخادم أو هذا المسؤول اللي يقود واللي يوصل كلمة الله لهذا الشعب لكن في نقطة حابة أركز عليها في هذا الإصحاح اللي قرأناه اللي تقول يدبر بيته حسنا وله أولاد في الخضوع يعني إحنا هنا في المكان اللي عايشين فيه في أمريكا نشوف كثير من الخدام في طلاق يعني يطلقون ويتزوجون يعني هذا ضد المبدأ الكتابي اللي علمنا أنه يكون بعل امرأة واحدة فأنت كيف تعلق على هذا الموضوع قسم ميلاد؟ أنا عايز أتكلم مش عايز أحط عيني على الكاميرا علشان الناس ما تشوفش عيني عايز أحط وشي في التراب لأنه في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة تعاليم شياطين مانعين عن الزواج وبوظوا فكرة الزواج في الحقيقة علشان أوصل للنقطة دي الكتاب بيقول إذا اشتهى أحد الأسقفية لو في عنده دعوة إلهية خاصة علشان يبقى ناظر على كنيسة الله راعي مستخدم من الرب خادم أمين في عمل الله لو مفهوش الشروط اللي قالها الكتاب ما ينفعش أصلا يكون مدعو من الله الله مش بيدعو طور أقرب علشان يطلع مية زلال الله عايز ولاده مغسولين بالدم في أحسن صورة في أحسن صورة صورة الخضوع والتقوى والوقار وحياة الكلمة والصلاة والاستخدام من الرب في أحسن صورة عشان كده المفروض ده المقياس الواضح إذا اشتهى أحد الأسقفية وعنده دعوة إلهية يبص الأول على النقط دي يدبر بيته حسن ما بيشربش خمرة محتشم كلامه كلام حلو
بيعمل عمل الله دايب في حضرة الله. يعني مثلا لما جم يفرزوا خدام للموائد، يعني ايه الموائد؟ يعني يملوا اكل، ودي خدمة دي في نظر الله خدمة. قال عايزينهم يكونوا ناس مؤمنة، دي اول شرط. يقول عن استفانوس كان ممتلئ من الايمان، وايه كمان؟ ممتلئ من روح القدس، وايه كمان؟ عارف كلمة الله، ممتلئ بكلمة الله. ده كل ده علشان هيشتغل في خدمة الموائد، في خدمة الموائد. فكم وكم يكون راعي الكنيسة أو خادم الكنيسة. الأخت رواء في الحقيقة طعنتني بسكينة كده لما يقول الخادم في أمريكا بنشوف مهازل، وأنا بعتذر في الحقيقة، بعتذر إذا كان الأرامية أو أي قناة مسيحية بتحط خادم طلق ومتجوز ومش عارف عمل ايه، ده هو يعمل اللي هو عايزه، ودي علاقته الخاصة بينه وبين الله، بس الناس ذنبها ايه؟ الناس ذنبها ايه؟ خدوا بالكم احنا بنعطل خدمة الله. الخادم اللي يطلع على شاشة الأرامية لازم يكون فيه المواصفات الكتابية. الخادم اللي بيخدم في الكنيسة لازم يكون فيه المواصفات لأنه هيكون قدوة. مطلق مراته يبقى الشعب اللي وراه كله مطلق مراته، ولا واحدة مطلقة جوزها كل الأخوات يطلقوا بقى. ده كلام بيعطل خدمة الله. ويقول لك نتكلم عن القداسة. قداسة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ تتكلم عن القداسة ازاي يا عم؟ روح دبر بيتك حسن، واذا بيتك خربان ما ينفعش تخدم الرب. انت اخ مؤمن اهلا وسهلا على عيني وراس، احضر الكنيسة زي اي واحد، لكن ما ينفعش تخدم الرب. فإذا كنت خادم الرب وطلقت مراتك ما ينفعش، ما ينفعش، لا يليق بخدام الرب يعملوا كده. ويقول لك ويجيب لك المهم يجيبوا آيات من الكتاب تخدم مصلحتهم، اسمها أنصاف الآيات. يعني يقطع حتة آية أو كلمتين من النص ويقول لك ما هو الكتاب بيقول أهو. كتاب إيه اللي بيقول ده؟ من أي كتاب؟ ده أنصاف الآيات دي بيستخدمها إبليس زي ما كان بيجرب الرب، يقول له إن كنت ابن الله يوصي ملائكة بك. لكن الرب كان يكمل له الآية يقول له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. فبلاش أنصاف الآيات، الكتاب واضح. إذا ما كنتش عارف تدبر بيتك حسن، إذا ما كانش عندك ولاد في الإيمان تبقى ما تنفعش للخدمة. من فضلك اعتذر عن الخدمة، اعتذر، اعتذر عن الخدمة، مش عيب. اشتغل اي شغلة هتجيب لك فلوس وتشبع. ده حتى الخدمة يعني مش قد كده، يعني مش قد كده، قصدي في قد كده في المجد، قد كده في اكليل المجد اللي هيهبه الله للرعاة، لكن مش قد كده في الحياة المعيشية يعني. فانا عايز اقول لك شوف لك وظيفة تانية، شوف لك شغلة تانية، خليك بعيد عن خدمة الرب. ما تحرجش نفسك وتحرج اللي حواليك. مطلق ما ينفعش تبقى خادم للرب، ما ينفعش. سامحني ان انا اكون قاسي، وسامحني ان انا اقول كده على الهوى. يا خادم الرب، اذا كان بيتك خربان، ولادك مش في بيتك، بيتك بناتك مش في بيتك، كل واحد ماشي على حل شعره، ما تنفعش تبقى خادم للرب. دبر بيتك وبعدين تعال اعتني ببيت ربنا. يعني عفوا، كلام حلو وجميل، لا كلام حلو وجميل رائع. هي رسالة مو من الرب، احنا ما ناخذها من انسان، وانما انت مقاد بروح الرب، بروح القدس في هذا المكان. الرب يريد يتكلم مع ناس خدام او ناس في الرب يريد يسحب يعني يجذبهم للخدمة. فهذا كلام من الرب، هو مو من عندنا قسيس. لكن في هذا الكلام ماذا عن خادم؟ هو إنسان، لكن إذا كان في عنده نقطة ضعف كيف راح يحولها الله إلى نقطة قوة؟ يعني إحنا كنخدم الرب أكيد في عندنا نقاط ضعف، يعني في هذه الحالة يعني كيف قسيس؟ في نقط ضعف يا أخت رواء، يعني أنا إنسان ضعيف، أنا مش كامل، أنا إنسان، لكن في حاجات ما ينفعش نفصل فيها، في حاجات ما ينفعش نفصل فيها. إن شاء الرب وعشنا وكان لي لسه وقت من الساعة 9 هيكون هتكلم عن خطايا الخدام، هركز على النقط. مش أنا أحسن منهم، لا لا، أنا هحط كتفي مع كتف الخدام التعبانين،
علشان ربنا يقومنا ويكون في نهضة روحية في وسط الخدام، عشان كنيسة الله تتبارك والأعضاء يتباركوا والكنيسة تنهض ويقوم شعب الرب على رجليه ويهتف للرب. بس إذا كان أختي فتحت الكلام دلوقتي أنه يدبر بيته حسن، ده ما ينفع، دي مش نقطة ضعف، دي مش نقطة ضعف، دي نقطة أنك تسيب الخدمة. عيب عليك إذا كانوا ولادك مش في الإيمان، عيب عليك أنك تطلع على المنبر وتخدم، عيب عليك. مهما كنت ومهما كنت متكلم ومهما كنت خادم مستخدم ومهما كان الرب عمل بك معجزات وعمل بك آيات، أنا برجوك في اسم المسيح، إذا كان بيتك خربان، علاقتك بمراتك مش كويسة، سبتها ورحت خدت واحدة غيرها في العلن ولا في السر، ولادك مش مظبطين، اعمل معروف، اعمل معروف، سيب الخدمة، اشتغل أي وظيفة تانية، هتلاقي شغل كتير. مش ده مش مكانك، ده مش مكانك. ما تعطلش عمل الرب، ما تكونش قدوة سيئة للشعب، ما تطلعش تاخد برنامج على التلفزيون. أنا أرجوكم في اسم المسيح سامحوني، أنا إنسان تحت الألام ضعيف، لكن أنا وأنا بحط راسي في التراب بقول له أشكرك رب عشان مراتي وولاد. أنا مرة قيمت نفسي في الخدمة، قلت القسيس ياخد 3/10 ومرات القسيس تاخد 2 يبقوا 5/10 وولاد القسيس ياخدوا 5/10 يبقى 10/10. لو كانت مدام القسيس إنسانة تقية قديسة مضيفة للغرباء، فتح بيتها لخدام الرب، للضعاف، للمحتاجين، فتح قلبها وبيتها للرب، ده تاخد تبقى هي وجوزها بيعملوا 5/10. وإذا كان الأولاد مؤمنين كتفهم في كتف الخادم أبوهم، بيشرفوا أبوهم. أنا بشكر الرب لأجل صامول وديفيد، ربنا يحميهم، وجوان الغالية العزيزة ربنا يقومها بالسلامة، يشرف ان هم بيحبوا الرب لان امهم وهم صغيرين كانت بترضعهم كلمة ربنا، عشان كده نشوف فيهم كلمة ربنا. ده مرة، ده مش مرة، مرات ديفيد يقول لي بابا انت قلت الحتة دي، انت يا انا مش فاهمها يا انت قلت غلط، ونتفاصل مع بعض. يقوم بالليل يقول لي بابا انا بقرأ الحتة دي مش فاهمها، ايه بيقصد ايه؟ وساعات اقول له ايه افتح لي يا ديفيد شوف لنا الموضوع دوت في الانجليزي وفي اللغات التانية وشوف عايز يقول ايه، ده المتكلم ولا ده السامع، انا عايز افهم يا ديفيد. بنتشارك في كلمة الله. ارجوكم في اسم المسيح، انا مش احسن منك، انا شوية تراب. لما بقول كده انا بفتخر بالرب، بفتخر بالرب، لكن لو انت بيتك خربان خد بالك هيعملوا زيك، هتكون قدوة سيئة، قدوة سيئة، وحسابك هيكون حساب عسير لما تقف قدام الديهان. خد بالك أنا في آية بخاف أقولها، ويل للرعاة، ويل للرعاة، ده الكتاب اللي بيقول مش أنا، ويل للرعاة. مين هم دول؟ دبر أمين. بيتك حسن أمين. عشان أمين. أسمع منك كلمة ربنا أمين. فعلا أنا بتأسف أنه كنت بالصورة الوحشة دي، لا لا بالعكس، بالعصبية وبال بالعكس. لكن كل مشاعري صدقيني ان عايز خدام الرب، وانا واحد منهم، اقول له يا رب كل يوم نقيني اغسلني، انا ضعيف، انا واخواتي عايزين نتقوى، وربنا يساعدنا كلنا ان احنا نشرف الملك العظيم رئيس الارض كلها ورئيس الرعاة اللي هيحط على راسنا اكليل المجد. امين. فعلا قس ميلاد احنا اليوم تعلمنا دروس حلوه ورائعه، يعني سامية جدا، أنه كخدام نخدم الرب، أنه نتعامل إحنا مع إله كلي القداسة، وعلينا كنساء أو رجال أن نحترم هذه القدسية اللي نتعامل وياها. إحنا نمثل الله على هذه الأرض، علينا أن نحترم هذه القدسية. فأتمنى أنه كثير من الخدام اليوم سمعونا، أنه تكون هذه رسالة من الرب، وأنا أسف الوقت أدركنا الآن، لكن في عند القس ميلاد برنامج ثاني اليوم، فممكن أنه تتواصلون معنا في برنامج الثاني، راح يكون في نفس الموضوع لكن في بأوسع زوايا. يعني أنا أشكرك جدا من أجل هذا اليوم ومن أجل هذه من أجل هذا اللقاء اليوم. فعلا أنا شخصيا تباركت من هذه من هذا الكلام، وكانت رسالة حلوة ورائعة من الرب لي أنا أيضا،
وأكيد لشعب الرب أيضا. البرنامج انتهى، لكن قبل أنه ننهي البرنامج في أخوة اتصلوا وطلبوا أنه نصلي من أجلهم، الأخ شمعون راح نصلي من أجله ومن أجل الأخ سمير والأخ فرحان والأخ بشار والأخ رامي والأخت أيضا اللي اتصلت من أجل أولادها وابنها في السجن بالعراق اللي هو سعد يوسف. احنا راح نخصه بالذكر هذا الأخ، وأيضا راح نذكره في صلواتنا في الآرامية يوميا. أمين. تفضل قسيس. يا رب احنا بنعظمك وبنمجدك، اذكرنا يا رب من خلال كلمتك يا رب المراية الحلوة اللي بنقف قدامها عشان نصلح أنفسنا. فأنا أول الوحشين يا رب، وإن كنت تكلمت يا رب بشدة وبعصبية تجاه خدامك يا رب، فأرجوك يا رب إنك تسامحني على العصبية وتدينا إن إحنا يا رب نحمل الملقط والمنفض وننور عشان الشمعة تنور وتكون حياتنا منورة أيها الرب سيدنا. أمين. يا رب اذكر كل خدامك يا رب، كل خدامك يا رب، كل خدامك في كل مكان يا رب، حتى اللي فيهم عيوب يا رب انت تقدر تصلح العيوب وتجعل يا رب خدامك قدوة للشعب علشان يشوفوا فيهم صورتك أيها الرب سيدنا. يا رب أشكرك لأجل كل اللي تكلمنا فيه وانت أنيت في مجيئك، ساعدنا في الحاجات اللي هنتكلم فيها. يا رب إخواتي اللي طلبوا الصلاة، خصوصا أختي اللي ابنها في العراق ومحبوس أخويا سعد، يا رب زوروا زيارة خاصة، خليه يفتح عينيه على جلالك وجمالك ويعرفك انك مخلص شخص لحياته. فك سجنه يا رب الروحي وسجنه الجسدي، وخليه يقبلك مخلص شخصي ويفرح وامه تفرح معاه واخواته يفرحوا معاه. اذكر اختي يا رب بكل بركه، طيب قلبها يا رب وفرح قلبها بخروج ابنها من الحبس. يا رب اشكرك لاجل اخويا رامي، اخويا بشار، اخويا سمير، وأخويا يا رب شمعون. يا رب إخواتي اللي اتصلوا وفرحان يا رب، أنا بحطهم إيدي كل إخواتي اللي اتصلوا، باركهم بركة عظيمة واستخدمهم لمجدك، وتكون الأيام اللي جاية أيام بركة عليهم. أمين. يا رب أشكرك لأجل أختي رواء قدامك، أشكرك لأجل إخواتي اللي خلف الكاميرات. أمين. للأرامية لكل كلمة يا رب بترسلها لينا. أصلي يا أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح بالروح القدس، ولك كل الحمد. آمين. إلهنا كل المجد. Thank you. وأنا أشكر كل أحبائنا اللي كانوا معنا في هذه الساعة، وأنا واثقة أنه الرب دعا اليوم كثير للخدمة، والرب راح يثقل عليك أنه تكون خادم للرب. أتكلم معك الرب في هذه الرسالة، تقول كلمة الرب الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، لكن اليوم الرب دعا ناس للخدمة. كملوا معنا هذا البرنامج عن الكنيسة والخادم، بعد قليل أيضا راح يكون معكم القس ميلاد في نفس هذه الحلقة. ابقوا معنا إلى ذلك الحين. Thank you. Thank you.